وعدني انه رح نضل سوا. شامي انتي دنيتي والزمن بيوقف وقت ما بتكوني معي. انتي منيحه شامي؟ منيحه منيحه، بس اليوم تعبت شوي بالشغل. يلا حبيبي تصبح على خير. انا جنبك دائما لو شو ما صار شامي. انتي وبس المره اللي بتنفس من شامي. يلا روحي نامي وراح ضل حكيكي وحتى تغفي وانتي عم تسمعي صوتي. يلا نامي. لك نامي. بحب ورق التوت كثير، بحب شكله وريحته، بحبه. ايوه ايه حلو شكل التوت. دمدومة شو لشو كل هالقهوة؟ كأنه في شي موكل تعبك؟ ديما لو سمحت. ايوه طيب، من بعد إذنك أستاذة ديما، اليوم عيد ميلاد شامي وعامل لها حفلة صغيرة وحاببك تشرفينا بحضورك، وأكثر من هيك أدب أنا ما عاد يطلع معي. طبقت 35 ما هيك بتذكر؟ لا التصحيح، مشان هيك تضيفيها لمعلوماتك، شامي عمرها 32 سنة وهي مثل الجوهرة، كل ما عتقت كل ما صارت أحلى. عن إذنك. اضرب منك لشام. احتفالكم سيد منصور؟ شو مشكلتك ديما؟ أنا ما عندي مشكلة، بس أنت صديقي وما بيهون علي تكون مغشوش. فتح عيونك منيح منصور. ديما حركات البنات هي مو علي. أنا حبيت أنصح بس. ألو؟ إيه شامي كيفك؟ وينك أنت؟ طيب ماشي، يلا أنا شوي بكون عندك بالعيادة. باي باي. شامي؟
احكي لي عن حالك شوي، يعني حابب اعرف كل شيء عنك. شامي لا تروحي، انا اسف ما صار شيء. شامي حبيبتي، يا حبيبي سامحيني. مساء الخير ماما. اهلين وسهلين. اليوم اجت لعندي زوجة الروائي سامي نصير المرأة، وكانت منهارة. ماما ايمتى الرجال ببلش يسأل المرأة عن الماضية؟ لما بيكون شرقي، شرقي كتير. وقول لك إنه ما كان عندي أي تجربة قبلك، مثل أي مرة حابة تحافظ على الرجال اللي بحبها، لأن عارفة إنه الكلام بصراحة وعلى بساط أحمدي يعني بداية نهاية العلاقة أو احتمال إلغاء الزواج إذا كان قائم. شان بترجاكي لا تكملي، ما بدي أسمع شيء. أنا بحبك وهذا الشيء بكفيني. أنا مرة طبيعية، حبيت ونحبيت، وعلاقاتي أبداً ما كانت بريئة أو عذرية مثل ما بتحبوا أنتوا تسموه، بس بنفس الوقت ما كانت مفلوشة وإلها حدود. متأكدة منه إنه شامي حبت منصور ما رح تنسى له شو ما صار. شامي ما رح اسمح لأي رجال يحولني لمرة ضعيفة وكذابة، حتى لو كنت أنت، كون واثق من هذا الشيء. منصور خلص فوتي. هدي الشام، هدي تقبليني، هي أول مرة بشوفك بهالحالة. بحبه كتير. ألو وينك ماما؟ عند ليال؟ انت مو منيحة أنا بعرف. شو سوى هالواطي؟ شو سوى معك هالابن 60,000 صرماية؟ كشر عن أنيابه؟ كشر عن أنيابه ما هيك؟ يمكن هلأ من وقتها، بس شو اللي صاير بيناتكم؟ ما بعرف، بس اللي كان قدامي حدا تاني مو منصور. هيك شفت نظرات الشك بعيونه هيك بلا سبب. طولي بالك تقبريني، هو هلأ بيكون جانن على ما يسمع كلمة منك. صار عم يخوفني، فجأة بيكون قريب كتير وفجأة بيبحث. هو مبين شخص مزاجي،
انت ادرى فيه. حسيته غير كل الرجال اللي عرفتهم بحياتي، قوي وحلو بعيشك بدفع حلو. طيب اسمعي شو عنده. اكيد لا، انا مو بمحكمه ولازم انبش كل علاقاتي قدامه. هو هداك اليوم قال لي اني كنت مع صاحبتي، وهلا ما عم يتحمل فكره انه في رجال لمسني بيوم من الايام. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس هدول هن الرجال، ما في شيء جديد. ولكن الناس موجوعه وعم تموت وتتشرد، نحن غرقانين بسخافات. كانك فريده خانم. لا انا ما بشبهها ابدا. رح اقوم ساوي لك قهوه. شكله مزاجك مضروب اليوم. بسببك انتزعت علاقتي بشان. لو كان عندك ثقة بشان ما كنت وصلته لهون. بالعكس انت لازم تتشكرني لاني وضحت الامور بيناتكم. الحب المتين ما بينهار هيك بسهولة. انت حبيت بشان ستايلة بس، بنت قوية حرة مستقلة، كحبيبة ممتازة، بس كزوجة صعب. انتوا دائما للرجال بتحبوا توهبوا اسمكم لمرة ضعيفة، ولا انا غلطانة؟ من وين عم تجيبي كل هالشر ديما؟ خليها بستاهل. شو سوى معك هذا الحقير؟ معلش نأجل الحكي لبعدين. أنا ما رح واسيك، أنا بعرف إنه بنتي شام قوية ورح تتجاوز الأزمة بسرعة، بس لا تسمحي لحدا يكسرك من جوا، لأنه رح تضلي طول عمرك مهزومة. ولا تصدقي لي هذا الحكي تبع الأزمات بقوي، كله صف حكي، كله صف حكي. ليك أمك لولا هذا المشروب كانت ما قدرت تنسى انكساراتها وخيبات أملها. انسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.